كادر ولاعبو فريق الديوانية الكروي يوجهون دعوة لإبعادهم عن المشاكل الإدارية والتركيز في المباريات المقبلة لإنقاذ الفريق الأحمر. شاهد. ما عدنا احنا هسه حاليا كل مشاكل إدارية، كل مشاكل إدارية. المؤتمر الانتخابي هي تقريبا انحسمت انحسم الأمر، انه المؤتمر طبي قرار من اللجنة الأولمبية، هو فشل المؤتمر مالتهم، وهي هاي يعني بعد الفريق ما متأثر بهذا الجو. أكيد المشاكل اللي مرت علينا بالأسبوع السابق أثرت على الفريق، كان انتخابات مؤقتة وشرعية وغير شرعية، هذا قللت من تركيز الفريق وقللت من تركيز اللاعبين وأثرت علينا سلبا مباراتنا مع فريق القاسم. تعرف قرار الاتحاد أربع فرق راح تهبط، وكل الفرق قريبة أعتقد من مركز العاشر للمركز الأخير كلها متقاربة، يعني ماكو فريق أبعد من فريق. تعرف البقاء إن إحنا كلاعبين مقررين لازم نبقى بالدوري.